اليوم كان ختام الدورة الخامسة لمجالس الشباب التي استمرت لمدة عامين من الإنجازات الجميلة على جميع إمارات الدولة. دورنا نحن كأعضاء مجالس الشباب أن نكون صوت الشباب، ممثلين شباب الإمارة في كل إمارة من الإمارات السبع، ولله الحمد مجالس الشباب في هذه الدورة أتموا إنجازات كبيرة ومثلنا الدولة في كثير من المحافل العالمية في خارج الدولة وأيضا داخل الدورة، وكان أثر المجالس علينا كبير في تحقيق أهدافنا سواء الوظيفية والشخصية.